أحبتي طلاب الصف الثامن، خلال هذا المقطع سوف أعرض لكم عرضاً مبسطاً حول المادة التي سوف تعطى لكم في آخر حصتين من الأسبوع الأخير للدوام بإذن الله تعالى، جعله الله عاماً مثمراً ومنتجاً لكم. في الحصة الأولى أحبتي سوف نقوم بمراجعة الدليل الدراسي مرة أخرى للتعرف إلى مادة الامتحان النهائي، ثم سوف نراجع فن القصة من خلال الاستراتيجيات الصفية والأعمال الجماعية، وتأمل قصة قصيرة سوف يكتب الطالب الفكرة العامة الخاصة فيها. هذه الحصة سوف تكون على مدار يومين. اليوم الأول سوف يتعرف الطالب إلى فن القصة ويتذكر فن القصة بعناصرها المختلفة، وسوف يقسم الصف إلى عدة مجموعات، كل مجموعة من هذه المجموعات سوف تؤدي عملاً مهماً يدعم المادة في فن القصة. سوف توزع الدفاتر في هذه الحصة مصححة ومقيمة وعليها الملاحظات التي عليكم الانتباه لها والتقيد بها عند كتابة الامتحان النهائي. وهكذا يا أحبتي سينتهي عام دراسي مليء بالحب والمودة، مليء بالعطاء والإنجاز، مليء بالقصص الجميلة التي كتبت والمناظرات التي ألفت. أتمنى لكم عطلة صيفية سعيدة واختبارات موفقة. إلى اللقاء.